في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك عام 586 هجريا، اشتد حصار الصليبيين حول مدينة عكا بقيادة ريشارد قلب الأسد ملك أنجلترا وفيليب ملك فرنسا على الحامية الأيوبية في المدينة. كان حصار عكا أول مواجهة بين الصليبيين والأيوبيين في الحملة الصليبية الثالثة التي كان هدفها استرجاع القدس بعد أن سقطت في أيدي صلاح الدين. في مثل هذا اليوم لعام 709 هجريا، أنهت مدينة ألميريا الأندلسية بناء ما تهدم من أسوارها وأبنيتها بعد حصار البرشونيين الإسباني لها، وتم استعمال المناجيق طوال شهور الحصار، إلا أن استبسال سكانها المسلمين قد حال دون احتلالها من قبل الأسبان. وبلغ عدد شهداء المسلمين الناتج عن الحصار 159 مسلما، وقد ساعدت الريح الباردة التي دامت شهرين على تدهور حالة الجنود الأسبان، فلجأوا للصلح وانسحبوا خائبين عن مدينة ألميريا. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك لعام 927 هجريا، نجح السلطان العثماني سليمان القانوني في فتح مدينة بلغراد التي كانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية. وقد حاصر العثمانيون هذه المدينة 3 مرات، لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا في عهد القانوني. وقد قام سليمان القانوني بالعديد من أعمال التشييد، ففي عصره بنى مدينة السليمانية بالعراق على أنقاض قرية قديمة، كما بنى جامع السليمانية الذي صممه المعماري سنان، والتكية السليمانية في دمشق، كما قام بحملة معمارية في القدس من ضمنها ترميم سور القدس الحالي، كما عرف بسنه قوانين لتنظيم شؤون الدولة، عرف باسم قانون نامه سلطان سليمان. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان سنة 875 للهجرة، كان التجهيز في القاهرة لإرسال حملة لتأديب شاه سوار الثائر على الدولة المملوكية في العراق. وفي هذا اليوم كان الجنود يتسلمون الكسوة والنفقة أو المرتب، وكان أغلبهم يكره الخروج للحروب. وقد بدأت الحملة الرابعة في جمادى الأولى سنة 875 هجريا في عهد السلطان المملوكي قيتباي، حيث عين الأمير يشبك الدودار كبير باش العسكر الذي افتك قلعة عتاب من جماعة السوار، بينما أخذ هذا الأخير أولاده وعياله وماله وأودعهم في قلعة زمنتو. في 3 من شهر رمضان سنة 65 هجريا، توفي مروان بن الحكم مؤسس الدولة الأموية الثانية عن عمر بلغ نحو 65 عاما، وهو لم يكمل العام الأول من خلافته. وبرغم ذلك فقد استطاع أن يؤسس دولة قوية للأمويين في الشام، وتعد خلافته هي البداية الحقيقية للعهد الثاني من الحكم الأموي. كذلك استطاع مروان أن ينقل الخلافة من البيت السفياني إلى البيت المرواني في عملية سياسية ربما تعد أول انقلاب سلمي في التاريخ الإسلامي، كما عني مروان بالإصلاح الاقتصادي، وإليه يرجع الفضل في ضبط المكاييل والأوزان، وهو ما ضبط عملية البيع والشراء
حتى لا يقع فيها الغبن أو الغش.